من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات جماهيرية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية كورنيش النيل ببنها وكفر شكر وغلق حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية، وتفقد دار مسنين ببنها لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك مقدما لهم الهدايا العينية والمادية، وذلك في إطار حرص المحافظ الدائم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناسبات. بالنسبة للسداد العيد برضو في زي كل سنة الحقيقة في إجراءات بنتبعها، غرف العمليات بتبقى جاهزة في المحافظة، في على تواصل مع غرفة العمليات في مديرية الأمن، مع وزارة التنمية المحلية، مع مجلس الوزراء لتلقى أي بلاغات غير عادية. الحمد لله في التزام كامل. طبعا احنا كعادتنا في العيد دايما برضو بنزور الحقيقة دور الأيتام، يمكن احنا موجودين النهاردة في أبنائنا وأحفادنا من الأيتام اللي موجودين معانا سواء بنات أو أولاد، وبنشاركهم طبعا فرحة العيد. برضو في دار المسنين الحقيقة هيتم زيارة دار المسنين عشان برضو نشاركهم الفرحة بعيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين وشعب القليوبية طيب، وربنا يجيب الخير لمصر إن شاء الله.